الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الختان خاص بالأولاد فقط أم أنه حتى البنات لا بد من ختانهن؟ الحمد لله، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب فيها مختاره الإمام ابن قدامة في المغني، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع رحمة واسعة، وهو أن الختان واجب في حق الرجال ومكرمة في حق النساء. واجب في حق الرجال لتعلق ختان الرجال بتكميل طهارتهم الواجبة، لأنه لو بقيت تلك القلفة على الذكر لم تقطع، فإنه في حال البول لا بد أن يدخل في غضونها شيء توجب الالتهابات ويوجب فساد الطهارة فيما بعد وتلويث الثياب. ومن المعلوم أن تكميل الطهارة واجب، والمتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبناء على ذلك فالختان في حق الذكور واجب، وفعله زمن الصغر أفضل، لأنه أنسى للألم وأسرع للبرء وأبعد عن التبعات التي لا تنبغي. ولا ينبغي بعد مراهقة البلوغ أن يترك الذكر بلا ختان، بل لا بد أن يختن قبل بلوغه، لأنه بالبلوغ تجب عليه الطهارة والصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن فعله زمن الصغر كما ذكرت أفضل. وأما بالنسبة لختان المرأة فهو مكرمة، لأن ختانها لا يتعلق بشيء واجب، لا يتعلق بطهارتها، ولكنه يتعلق بشدة غلمتها وشهوتها. ولذلك لا ينبغي في ختان المرأة، فيما لو أردنا أن نختن امرأة، لا ينبغي أن نقطع تلك الجلدة التي كعرف الديك في مقدم فرجها كلها أو أغلبها، لأن هذا يبعد الشهوة عنها ولا يكون لها حظ في الرجال، فحينئذ تتأذى إذا تزوجت بعدم اشتياقها لزوجها. ولا ينبغي ترك هذه الجلدة أيضا كاملة، لأن هذا سيكون سببا لشدة شهوتها وقوة غلمتها. ولذلك يقول بعض الناس في بعض العادات في باب المشاتمة: يبنى القلفاء، لأن المرأة إذا كانت قلفاء لم تختن فإنها ربما يكون تطلعها للرجال أكثر ممن ختنت. فإذا لا بد أن يفرق بين ختان الجنسين، فختان الذكر واجب لتعلقه بأمر واجب، وأما ختان المرأة فمكرمة وسنة وأمر مشروع، لأنه يتعلق بمجرد الشهوة والغلمة. والله أعلم.